أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج المنصة. خلال فترة الحرب التي شهدتها البلاد استمر تدهور العملة المحلية وانهيار الوضع الاقتصادي وارتفاع أسعار المواد الغذائية، لكن هذا التدهور وصل في الآونة الأخيرة إلى ذروته وارتفعت معه أسعار المواد الغذائية بشكل مضاعف، ما دفع بالمواطنين للخروج إلى الشوارع في احتجاجات واسعة وعصيان مدني شامل ومفتوح للضغط على الحكومة والتحالف العربي من أجل إيجاد حلول جذرية تساهم في إيقاف هذا التدهور ومعالجة الأوضاع المعيشية بعد أن ضاقت بهم السبل إلى الحياة الكريمة. عن تنامي الاحتجاجات واتساعها ضد انهيار العملة وارتفاع الأسعار وما هي الحلول المتاحة وكيف يمكن للحكومة الخروج من هذا المأزق ولماذا لا يتدخل التحالف العربي لدعم العملة ووقف الانهيار الاقتصادي، سيكون موضوع حلقة هذا الأسبوع من برنامج المنصة. نبدأ باستقبال مشاركاتكم واتصالاتكم، لكن بعد أن نشاهد التقرير التالي الذي عده الزميل عمر نهمي عن موضوع الحلقة. انهيار الريال اليمني مقابل العملة الصعبة صاحبه انهيار في صبر الشارع اليمني مقابل لا مبالاة الحكومة تجاه التدهور الاقتصادي الذي تشهده البلاد. ومع ارتفاع الأسعار المصاحبة لهذا الانهيار ارتفعت أصوات المواطنين مطالبة بحلول عاجلة وجذرية من قبل الحكومة ودول التحالف. بدأت هذه الاحتجاجات على شكل عصيان مدني تبعتها مظاهرات في العاصمة المؤقتة عدن لتمتد بعد ذلك إلى المحافظات الجنوبية المجاورة وأخيرا إلى المكلا. الاحتجاجات التي اتسعت رقعتها من جديد لم تتوقف عند التنديد بالأوضاع المعيشية فحسب، بل تطورت إلى هتافات مناهضة للتحالف. ومع تنامي الاحتجاجات خرجت قيادات في المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا لتدعو المواطنين إلى الاستمرار في الاحتجاجات. أما الحكومة فقد جاءت خطوتها متأخرة كالعادة، فبعد أكثر من أسبوعين على الاحتجاجات عقد مجلس الوزراء اجتماعا لمناقشة القضايا المتعلقة بوقف تدهور العملة في محاولة لاستعادة الحد الأدنى من توازن المؤشرات الاقتصادية. الاجتماع خرج بمعالجات تمثلت بزيادة مرتبات المدنيين والمتقاعدين بنسبة 30% واتخاذ آليات مؤقتة للحد من المضاربة في سوق العملات لتحقيق استقرار نسبي في سعر صرف الريال، بالإضافة إلى تقليص دور بعض السفارات والملحقيات التي ليس لها وظائف حيوية وتقليص التمثيل الدبلوماسي غير الفاعل في توجه لإصلاح الاختلالات في القطاع الدبلوماسي وغيره. إجراءات تعتزم الحكومة القيام بها لمعالجة الانهيار، لكنها وبحسب مراقبين اقتصاديين لا تكفي لإيقاف التدهور الاقتصادي وتدارك الوضع المتصاعد طالما والبلاد تسير في حرب بإشراف أطراف إقليمية لا تهتم بغير تأمين مصالحها من ورائها. إذا تابعنا التقرير حول موضوع هذه الحلقة، لدينا اتصال أول في هذه الحلقة، الأخ وائل. نعم وائل من صنعاء، بداية كيف تنظر لهذه الاحتجاجات التي خرجت للشارع التي هي في الأصل للتعبير عن حالة الرفض للوضع الاقتصادي وإلى ما وصل إليه من انهيار؟ والله بالنسبة للاحتجاجات التي ظهرت في الشارع هي عبارة عن تعبير ضروري عما يلامس الناس، لأنه في النهاية ارتفاع العمرة فعل انهيار العملة يتعلق بدرجة أولى وأساسية بأوضاع الناس المعيشية، لذلك هذا الغليان الذي يحدث في الشارع وتعبير عن الحالة التي وصل إليها الشارع من عدم الرضا عن هذا الوضع، وسواء في المحافظات التي خرجت في هذه المظاهرات أو في المحافظات التي لا يستطيع الناس الخروج فيها، إلا أنه في النهاية هناك سخط شعبي عارم عما وصلت إليه الأوضاع في الجانب الاقتصادي وعن هذا الانهيار المتسارع للعملة. طيب برأيك ما الذي قد ينتج عن هذه الضغوط وهذه الاحتجاجات؟ هل يمكن أن تثمر عن شيء ربما في طريق معالجة الوضع ووقف هذا التدهور؟ هل سيكون لها تأثير تعتقد؟ بدون شك أي حراك في الشارع في النهاية يترك أثر، وأول النتائج التي ظهرت هو اجتماع الحكومة واتخاذها بعض الإجراءات، فبدون شك أن تحرك الشارع يشكل عامل ضغط على الجهات المسؤولة سواء في الشرعية في التحالف
دون شك أنه هناك حدوث التفات لهذه المشكلة واتخاذ بعض الإجراءات أفضل من ركود الشارع تماما، وكأنه لا يعني لا يتأثر، وكأنه لم يعني تلحق به أضرار نتيجة إهمال يعني الحكومة على القيام بدورها ومهامها. طيب ربما يحسب للحكومة الشرعية أنها ربما مسموح في المناطق الخاضعة لسيطرتها للناس للتعبير عن أنفسهم، يعني بخروج هذه المظاهرات على الأقل حتى الآن في المناطق الخاضعة لسيطرة مشية، هل نتوقع حركة مماثلة خروج الناس للشارع؟ لأن ربما وضعهم هم أسوأ ممن هم، يعني الجميع ربما موحد ويعاني من نفس الإشكالية سواء في مناطق الحوثي أو مناطق الشرعية. أوضاع الناس المعيشية وظروفهم الاقتصادية تحت المحافظات التي يسيطر عليها الحوثي هي أشد سوء بالتأكيد، ويعني أوضاعهم المعيشية في بعض المحافظات في صنعاء مثلا أوضاع صعبة جدا، الناس يعني بدون رواتب بدون مصادر دخل في ركود في الأعمال، يعني الناس تحولوا إلى متسولين في أغلب هذه المحافظات بسبب التراجع الشديد في الجانب الاقتصادي. لكن بدون شك أنه لا يستطيعون هناك التعبير عن رأيهم ولا يستطيعون الخروج في مظاهرات رغم أن هذا يهدد معيشتهم ويهدد بقائهم. فبدون شك أنه من واجب الشرعية أنها تلتفت إلى المظاهرات التي تحدث في مناطق سيطرتها وأن تحميها وتلتقط منها الرسائل الإيجابية وتتخذ الإجراءات اللازمة، وألا ننتظر من المحافظة التي يسيطر عليها الحوثي أي تحركات شعبية، لأنه في النهاية هذا الانقلاب سيطر وحكم بالقوة ولا يمكن أن يكفل للناس حرية التعبير بطريقة سلمية أو مدنية. شكرا لك وائل. من عدن أيضا لدينا اتصال أخ وضاح الأحمدي، أهلا بك وضاح. أهلا بك وبكل المشاهدين قناة الغيث. وضاح، برأيك هل كانت هذه الاحتجاجات ضرورية وما حجم التأثير القادر على فعل هذه الاحتجاجات والتغيير ربما في وتحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطنين؟ بداية الجميع يعرف بأن الوضع الاقتصادي في العاصمة عدن في الفترة الأخيرة ما قبل يومين كان أشد انهيارا بالنسبة لانهيار الريال اليمني مقابل الريال الدولار. زاد ذلك سوءا في ارتفاع المواد الغذائية وكذلك الأسعار المشتقات النفطية، ازدادت حالة الناس إلى الأسوأ، فخرجت المظاهرات إلى الشوارع. هي بالنسبة المظاهرات هي تعبير عن رفض الشعب وعدم تحمله هذه الارتفاعات المتزايدة في الفترة الأخيرة، وتأثيراتها هي بالنسبة هناك تأثيرات إيجابية وتأثيرات سلبية. أما بالنسبة السلبية فهي من خلال المظاهرات التي تقوم بقطع الشوارع وتأثير على حياة السكان وقلق السكينة العامة. أما بالنسبة للجهة الإيجابية فهو من الطبيعي جدا بأن يخرج الشعب للمطالبة بحقه سواء كان من قبل الحكومة أو من قبل التحالف العربي. كلنا نعرف بأن مصير هذا الشعب بيد الحكومة الشرعية، لكن الوضع الذي يجعلنا نستغرب تماما بأن الحكومة خلال ارتفاع الأسبوع الماضي ارتفعت أسعار العملة بشكل غير طبيعي جدا، ولكن ليس هناك أي تحرك من قبل الحكومة الشرعية. لكن في الحقيقة أن اليومين الماضيين في الاجتماع الذي قامت به اللجنة الاقتصادية وقدمها فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي معظم مقترحات والتوجيهات، كانت لاحظنا في اليوم أو اليومين الماضية تحرك ملموس من قبل السلطة المحلية في محافظة عدن، حيث قاموا بإغلاق أكثر من 25 محل أو مركز صرافة يتلاعبون بأسعار الصرافة، كذلك إضافة إلى ذلك بأنهم لا يمتلكون تراخيص للعمل. طيب وضح، بالنسبة للحكومة هل تعتقد في ظل الوضع الحالي هي قادرة على فعل شيء؟ وأيضا الناس يوجهون خطابهم ربما مطالباتهم أيضا للحكومة وللتحالف العربي، أيضا ما المطلوب من التحالف العربي فعله؟ أولا الجميع يعرف إذا كانت الحكومة
لديها القدرة الكاملة على أن تقوم بتحرك في مثل هذا الوضع الاقتصادي فهي ستقوم بدورها بشكل طبيعي، لكن هناك يعني أخبار أو هناك ناس تقول والشارع بشكل عام يقول بأن الحكومة ليس لديها القدرة على تلبية احتياجات المواطن وتطبيع الأوضاع في مثل هذا الوضع. لكن السؤال هنا يقول هل التحالف العربي سبب رئيسي في ذلك؟ يبدو لنا بأن هناك ضغط شديد على الحكومة، لا ندري من أي جهة، لكن الحكومة بوجهة نظري شخصيا أرى بأنها تمر بوضع صعب جدا، لا ليس دفاعا عن الحكومة ولكن التحرك منها يجب أن يكون بشكل جدي. بالنسبة للوضع انهار جدا في هنا في العاصمة عدن، جميع المواد الغذائية ارتفاع يعني بشكل جنوني لم يسبق له مثيل في تاريخ الجمهورية، لكن الأهم التحالف العربي يجب أن يقوم بموقف يعني مشرف، وبما أنه يعني أتى يوم من الأيام إلى استرجاع الشرعية وتثبيتها في اليمن ودحر ميليشيات الحوثي الانقلابية، ففي هذا الوضع التحالف يتطلب منه أيضا أن يقوم بدوره الفعال بدعم العملة اليمنية، بالسماح للحكومة اليمنية بسرعة أو بكافة الإجراءات التي تقوم بتصدير النفط الخام الموجود في اليمن. لدينا نفط في اليمن موجود، وهناك 4 أو 5 شركات نفطية في اليمن. إذا قامت الحكومة أو التحالف بتسهيل الأوضاع الأمنية وتطبيعها وتأمينها ستقوم هذه الشركات بتصدير النفط، وبالتالي سيتم توريد العملة الأجنبية وسيكون هناك تعادل ما بين العملة الأجنبية والمحلية. أما إذا استمر الوضع بعدم تصدير النفط وهو يعتبر الدخل الرئيسي للدولة في ظل هذه الأوضاع فهناك كارثة إنسانية. ولكن في اليومين هذه تقريبا أصدر البنك المركزي اليمني نشرة بأن أسعار الصرف تراجعت، إلى الدولار اليوم ما يقارب هنا في عدن ب 490 مقابل يعني الريال اليمني ب 490 مقابل الدولار، ذلك السعودي ب 139. فنحن ننظر إلى المشكلة بأنها ليست مشكلة الحكومة فقط، إنما هناك تباطؤ من قبل التحالف. فإذا ما قدم التحالف دعمه للحكومة لممارسة أعمالها وفق المجال الذي يحتاجه في الحكومة في المناطق المحررة فإن الوضع سيزداد سوء. الشعب الآن يخرج يقول لا نريد حكومة أو يطالب برحيل الحكومة. الشعب هنا يعني معظم الناس لا يفهمون ماذا عن المشكلة. المشكلة هي ليست بالحكومة رأسا فقط، قد يكون هناك ضغوطات خارجة عن إرادتها، لكن لا يعني بأن الحكومة لا تتحمل مسؤولية، فإنها بالأول والأخير هي المسؤولة عن هذا الشعب. أشكرك جزيلا. ينضم إلينا عبر الهاتف أيضا اتصال الأخ خالد من المملكة العربية السعودية. أهلا بك خالد. أهلا بك أستاذ سامي، شكرا لكم على إتاحة الفرصة لنا للكلام حول هذا الموضوع. طيب خالد، كيف تتابع ما يحدث في الشارع اليوم من احتجاجات وتصاعد لهذه الاحتجاجات؟ هي تطالب الحكومة ربما بإيجاد معالجات للوضع الاقتصادي، كيف تتابع هذه التحركات والاحتجاجات، وأيضا هل تعتقد أن الحكومة قادرة على فعل شيء؟ الاحتجاجات لا يخفى على أحد ما يحصل في معظم محافظات الجمهورية، احتجاجا على انهيار العمرة الوطنية المتمثلة بالريال. تقف الدولة والحكومة الشرعية أمام تحدي صعب في ظل ما يحصل الآن في كثير من المحافظات. الريال اليمني ينهار لحساب العملات الأجنبية، خاصة في ظل انعدام النقد الأجنبي وغياب مصادره. معالجة انهيار الريال بالطرق القديمة التي أثبتت الفشل تكرارا في وقت لا مجال فيه سوى للنجاح من أجل إنقاذ حياة الملايين من أبناء الشعب اليمني. طبعا عملية الدعم بالنسبة للمواد الغذائية أثبتت فشلها تماما، لم يستفيد منها أحد سوى تجار معنيين وحيتان السوق السوداء. يتوجب على الحكومة إيقاف هذه السياسة العقيمة. من هذا المنطلق إذا أرادت القيادة السياسية والحكومة الشرعية إيجاد حلول ناجحة لإنقاذ الريال والاقتصاد ومد ملايين اليمنيين بالحياة،
اولا يتوجب على الرئيس عبد الرب منصور هادي ورئيس الوزراء القيام بعقد اجتماع بممثلي القطاع الخاص والغرفة التجارية، ويكون في العاصمة المؤقتة عدن، لتدارس الوضع والخروج بقرارات سريعة وحاسمة تحد من هذا التدني والتدهور للعملة الوطنية، وتعمل على استعادة مصادر النقد الأجنبي، وهذا يرنو إلى إعادة الحياة للاقتصاد الذي يصارع الموت البطيء. يتوجب على الحكومة كذلك وعلى التحالف العربي تنظيم مراقبة واستيراد السفن استيراد سفن النفط، والعمل على إلزام التجار بالتوريد وربطهم بالبنك في عدن. ويتم شرك اللجنة الاقتصادية المشكلة قريبا بشرط أن تكون حيادية، والعمل على تحييد البنك المركزي وحشد الإيرادات من كل المناطق حتى المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات. يتم الاتفاق على أي نوع من الآلية التي تتضمن توحيد السياسة النقدية المنقسمة وأن تصب كافة الإيرادات في البنك المركزي الفاقد للهوية حتى الآن. يا عزيزي سامي، العشوائية وغياب التنظيم في عملية الاستيراد للمشتقات النفطية يزيد من مفاقمة الأوضاع الاقتصادية بشكل كبير جدا. لذا من الضروري تنظيمها، وعلى الحكومة والتحالف وضع آلية مناسبة لذلك. نحن نطالب المجتمع الدولي، المجتمع الآن في جنيف برمته، أن يكون جادا في حل العملية الاقتصادية لليمن أكثر مما يكون جادا في العملية العسكرية. انهيار العملة وإعلان حالة الإفلاس لليمن سيكون له تبعات كبيرة جدا على المنطقة بشكل عام وعلى العالم بأسره. المجتمع الدولي والأشقاء والأصدقاء عليهم أن يكونوا أكثر جدية وأكثر مصداقية مع الشعب اليمني لكي يتخطى هذا الشعب مرحلة الموت والانهيار والشتات. نشدد هنا أنه يتوجب اليوم على الأمم المتحدة والبنك الدولي ومجلس الأمن وكافة الشركاء في اليمن أن يصدروا قرارات ملزمة بتوريد جميع الإرادة النقدية إلى خزينة البنك المركزي لتفادي هذه الكارثة. توفير العملة الصعبة يا عزيزي للبنك من أجل أن يتولي مسؤولية تنظيم عملية الاستيراد وتسهيل حصول التجار على النقد الأجنبي لاستيراد المواد الغذائية الأساسية. يتم إعادة تفعيل هذا كله بعلاقة البنك المركزي بعدن مع البنوك الخارجية. يتسنى للتجار تمويل واردتهم الأساسية بطريقة سلسة تحد من الصعوبات التي تضاعف من ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية، تحد كذلك من التضخم الذي تشهده البلد. هذه الكارثة المقبل عليها اليمن ستأكل الأخضر واليابس تماما، فهي لن تبقي ولن تذر، والجميع سيدفع الثمن سواء في اليمن أو في المجتمع الدولي ككل، وجميعنا سيدفع ثمن هذا الانهيار عاجلا أم آجلا إذا وصلت العملة إلى حالة الإفلاس. أشكرك. يتوجب على التحالف العربي بشكل عام عزيزي، تفضل. طيب بالنسبة للتحالف، يعني ما المطلوب من التحالف فعله؟ على التحالف يتوجب على التحالف العربي بشكل عام وعلى رأسهم الشقيقة والصديقة المملكة العربية السعودية أن تساعد الحكومة اليمنية على إعادة إنتاج وتصدير النفط. البلد أو اليمن بشكل عام ليس بحاجة إلى مزيد من المليارات يا أستاذ سامي، وإنما بحاجة فقط إلى مساعدتي على إعادة إنتاج وتصدير النفط لرفض خزينة البنك المركزي اليمني بالعملة الصعبة. هذا كله من أجل إيقاف نزيف وتدهور العملة الوطنية، الحد من آثار الكارثة الإنسانية. يتوجب تجنيب الاقتصاد والسياسة النقدية والبنك المركزي اليمني ومختلف المؤسسات الإيرادية في اليمن، تجنيبها من كافة الصراعات والنزاعات والنعرات الطائفية والمناطقية والمذهبية وكل المباحثات السياسية. إذا كنا نبحث عن رفع معاناة عن الشعب اليمني وتجنيبه الكارثة التي عنوانها حاليا الموت وليس سواه. في الختام حبيبي، إنما يحصل في اليمن وفي عدن بشكل خاص وغيرها من المدن يقع على عاتق التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات. تتجسد هذه المسؤولية بالوقوف إلى جانب الرئيس عبد الرب منصور هادي والحكومة الشرعية لتحسين الوضع الاقتصادي وحماية العملة الوطنية من الانهيار. في حال تم ذلك فإن التحالف سيتمكن من تحقيق أهدافه الرامية إلى دعم اليمن، وسيقطع الطريق أمام كارثة تهدد اليمن ودول الجوار والعالم أجمع. شكرا لك خالد. من عدن أيضا لدينا اتصال أخ عمر، أهلا بك عمر. أهلا وسهلا بكم، وشكرا بداية شكرا على إتاحة الفرصة للمشاركة في هذا البرنامج.
شكرا لك. هو البرنامج هذا يعبر عن صوت المواطنين، وبالتالي نحن نهتم الآن للسماع لتعليقك حول تنامي هذه الاحتجاجات واتساعها. هل تعتقد أنها قادرة على فعل شيء؟ وأيضا ماذا بيد الحكومة فعله للتخفيف من معاناة الناس ومعالجة الوضع الاقتصادي المنهار؟ يا عزيزي، باعتقادي أن البيان الصادر عن الحكومة إن لم يطبق حرفيا فإنه لن يرقى إلى مستوى الاحتقان والغضب الشعبي الذي يدور في الشارع اليمني. هذا الانهيار المتسارع للعملة المحلية أمام الدولار كان متوقعا، فالحكومة تقاعست كثيرا، والحلول الترقيعية التي سعت إليها الحكومة وطاقم رئيس الوزراء أحمد عبيد بن داغر في الفترة السابقة لم تضع حلا جذريا للمشكلة الاقتصادية، ولم تستفد من الوديعة الحكومة السعودية كما ينبغي. ولذلك أمام الحكومة عدد من الحلول التي ينبغي عليها أن تسارع فيها، والتي نصت عليها اللجنة الاقتصادية ووردت في بيان الحكومة. أعتقد أن عودة الحكومة إلى الداخل وملامسة أوضاع الناس ومعاناتهم والوقوف أمام المشاكل التي تؤرق المواطن وربط مصيرها بمصير المواطن بات أمرا ضروريا. الحكومة اليوم لم يعد بقاءها في الخارج يشكل حل، الحلول تأتي من الداخل. كذلك أعتقد أن تفعيل دور الرقابة الصارمة من قبل البنك المركزي على شركات الصرافة التي تقوم بسحب العملة الصعبة وتدفعها إلى الخارج والتلاعب بسعر صرف الريال كفيل بإيقاف هذا النزيف وسقوط الريال المتسارع أمام الدولار. كذلك أعتقد أن من الحلول إعادة فتح المنافذ البرية والبحرية أمام حركة السفن ورفع العوائق التي يضعها التحالف أمام حركة السفن بغرض التفتيش، لأن إيجارات السفن التي تظل طوال شهر في جدة يعود أثرها على المواطن مباشرة. طيب، الحكومة ربما في ورقة المعالجات التي قدمتها مؤخرا أعلنت عن هذه الخطوات، سواء فتح المنافذ أو إعادة تصدير وإنتاج النفط من المناطق الخاضعة لسيطرتها. الحكومة أصدرت بيان، لكن لم يعد الشارع اليوم مستقيم بشكل كبير، وهذه البيانات لم تعد حلا في الوقت الحالي. ينبغي أن يصاحب هذا البيان إجراء سريع يكون أثره في الشارع نفسه. أما إصدار البيانات والحكومة في الرياض فأعتقد أن هذا لن يحل المشكلة. هناك اليوم في جهات تسعى إلى استغلال واستثمار هذا الاحتقان كي يصب في صالحها، وإن لم تسارع الحكومة في وضع حلول جذرية للمسألة الاقتصادية والارتفاعات البنونية في أسعار المواد الغذائية فإن المشكلة ستخرج عن سيطرة الحكومة. أشكرك جزيلا، شكرا لك عمر. نذهب الآن لاستعراض بعض المشاركات التي وصلتنا من خلال الواتساب. لابد على الحكومة الشرعية القيام بواجبها الوطني تجاه هذا الشعب وهذا الوطن، وهناك بعض الإجراءات والتدابير التي يجب القيام بها. على سبيل المثال، فتح المجال أمام الصادرات المحلية من النفط والغاز والأسماك وغيرها، وتفعيل دور الموانئ في هذا الخصوص، إيقاف الاستيراد بشكل كامل عدا المواد الغذائية الأساسية والأدوية والمواد الطبية الضرورية، تقليص نفقات الحكومة وتقليص رواتب الوزراء والدبلوماسيين، إذ يجب عليهم
حمل ولو جزء بسيط من هم الوطن والمواطن. نستشعر مع كل انهيار للعملة انهيار لحياتنا، وندرك حجم المأساة التي تضر منها اليمنيون، وسيستمر هذا الضرر إن استمرت الأوضاع كما هي. نتقدم إلى الوراء ونصعد إلى الأسفل، لن يعد هذا الأمر مخفي. ارتفاع الأسعار بشكل مدبول، احتجاجات في شبكات التواصل الاجتماعي، مظاهرات في بعض المحافظات الجنوبية. الحرب ليست الوحيدة في انهيار العملة، هنالك أسباب عدة، منها المضاربة في الدخل الاقتصادي اليمني، بداية من السوق السوداء. المعرض النقدي من العملات الأجنبية منخفض. الموارد، غياب الشفافية والإشراف الحكومي. عملية طبع العملة بدون غطاء، وهذه بحد ذاتها نقطة أساسية في انهيار العملة. منع الحوثيين تداول الطبعة الجديدة في المناطق التي تحت سيطرتها بصورة غير قانونية. أسباب كثيرة، ولكن نحن نتساءل أين دور الحكومة في وضع حلول جذرية لتفادي الانهيار. مع الأسف الشديد الحكومة الشرعية في موقف ضعيف جدا، ولم نعد نثق فيها. حتى توعية التجار لم نسمع لها صوتا، بل أن مسؤوليها رواتبهم بالعملة الصعبة، ويتم استخدامها في غير البلاد. ورسالتي للحكومة حل هذه الإشكالية، ولعل أبسط الحلول توريد الإيرادات إلى البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، تحييد البنك المركزي عن الصراع، وأن تستورد القمح والمواد الغذائية عبر المؤسسة الاقتصادية، ويتم بيعها للتجار. تابعنا هذه المشاركات. أيضا لدينا اتصال من النرويج الأخ شادي العمودي. أهلا بك شادي، كيف تتابع التحركات في الشارع، وأيضا ما رأيك بالإجراءات التي قامت بها الحكومة؟ الإجراءات التي قامت بها الحكومة أقل ما يقال عليها أنها إجراءات هزيلة. مثال بسيط، نحن لدينا في الموازنة التي أعلنت 2018 أجز يقدر بمليار دولار. الحكومة اليمنية بدلا من تقوم بعملية تقشف وتقليل عدد الوزراء وتقليل عدد المستشارين وتقليل عدد، يعني كل وزير يوظف ابنه ويوظف زوجته، وهذا كله طبعا كل واحد الوزير لا يستلم أقل من 12 ألف دولار، هذا غير ما يسلم تحت الطاولة. فبدل ما يقوم بعملية إنقاذ للهيكل الدبلوماسي الذي لديهم، قاموا بعملية رفع الرواتب بنسبة 30%، وهي عملية لا تجدي مقابل ارتفاع ضخم ومهول في ارتفاع الدولار أمام الريال. إلى جانب أيضا أن لديك عجز مقابل في الموازنة، فأنت ما ترفع الرواتب زادت نسبة العجز، فزادت نسبة العجز فقلت كمية الواردات اللي هي الدولار التي لا تمتلك أي تصدير بسبب الحرب، وزادت كمية الصرف واستهلاك الدولار للصرف المحلي من أجل الرواتب المعيشة. فأنا هنا أؤجل، أعطي حقنة تقديرية بسيطة للمواطن حتى تغيب الاحتياجات، ليست بحلول قدرية حتى نقول عليها حلول في الأصل. طيب الحكومة الآن، أنت ربما قللت من أهمية الإجراءات التي قامت بها ربما لمعالجة هذا الوضع، كيف تقرأ المستقبل؟ يعني هل تعتقد أن ربما يكون هناك تأثير لهذه الاحتجاجات ونشهد مزيد من الإجراءات، واليوم المطالبات هي للحكومة وللتحالف العربي لمعالجة هذا الوضع؟ الاحتجاجات سوف تستمر على ما أظن لفترة ليست بقليلة، ستكون هناك وضع جرعات مؤقتة من أجل تسكيت الشعب، كما كان يحدث أيام النظام البائد الذي قام عليه الشعب بالثورة، كانت تحدث جرعات في الأسعار ويخرج الشعب ببعض المظاهرات ويتم زيادة الرواتب، وكان أيام عفاش بعض الإكراميات وانتهى الموضوع. هنا الشعب أمام محور مصيري، أما أنه يستمر من أجل أخذ حقوقه وانتزاع من هذه الحكومة التي أثبتت فشلها على المدى البعيد. في 5 سنين لم تزداد المناطق المحررة إلا سوءا، ولم تزداد خدمات إلا سوءا. فالشعب هو الآن الذي يحدد مصيره، أما أن يستمر وأما أن يرتكن إلى ما تفعله الحكومة وما تفعله الأطراف الأخرى ويتقسم ما بين ذاك وذاك، ما بين الأطراف السياسية، وأنا سيضيع الشعب إن لم يقف الشعب وقفة واحدة أمام الكل، أمام التحالف، أمام الانتقالي، أمام الحوثيين. هنا يتحمل الشعب ما سيجري، لأنه سيدخل في مجاعة. العملة الآن الدولار أصبح بالنسبة للريال اليمني أغلى من سعره في الصومال. الصومال التي عانت من 20 سنة من الحرب، نحن لم نكمل 5 سنين من الحرب وأصبحنا في هذا المستوى المتدهور. ماذا سيحصل بعد؟ سيجب على الشعب أن يستفيق. إن لم يستفيق هذا الشعب، لا ينفع أن تقطع لي طريق وتحرق لي 2 تايرات وتقول لي أنا قمت بثورة. إن أردت أن تقوم بثورة تضيع حقوقك، جميع الموظفين تريد أن تعمل عصيان، جميع الموظفين لا يذهبوا للدوام الرسمي. سوف تشتل جميع مرافق الحكومة، وهناك الحكومة والتحالف وغيرهم سيسلم تعطيا لإرادة الشعب، لكن يذهب جميع الموظفين وتقطع شارعين
تضر المواطن اكثر ما تضر ما اكثر من توقف مؤسسات الدوله تعلن عصيان. فهذه مجرد الاعيب سوف تنتهي ولن يتغير من حال شيء وسوف يزداد الحال سوءا. فالحل الوحيد هو بيد الشعب ان يستفيق وان يعي وان يجد ان الطريق الوحيد للامام وانتزاع ثروته هو عصيان مدني شامل كما حصل في الدول الاخرى. فيه يعني الان عندنا النموذج الفنزويلي، الفنزويلا لا توجد لديها حرب وعملتها في الارض بسبب ضعف ناتج المحلي بسبب اعتماده على النفط. ما بالك وانت تصديرك من النفط انتهى. فلم تقم بثوره الان التحالف يعتبر وصي على اليمن. كينا ابينا سواء لم يعلن ذلك او يعلن ذلك فهو يعتبر وصي. يجب ان يسلطح ويدعم الاقتصاد اليمني بوضع وديعات باجراء عمليه ضغط على الحكومه لتقليل معدل الوزراء، ضغط على الحكومه لايجاد حلول جذريه. والبنك المركزي يجب ان يقوم بدوره هنا والا ينتظر ما جرى له. طبعا الشعب ممكن ان يستسلم ولكن بعد فتره لابد عندما تنتشر المجاعه والجوع. والامم المتحده اعلنت ان الملايين من اليمنيين في خط المجاعه والجوع سوف ينتفض الشعب وياكل الاخضر واليابس. فعلى الكل ان يراعي الله في هذا الشعب. طيب شادي، الان التركيز ربما على الحكومه على التحالف، ماذا عن الحوثيين يعني في تحمل سبب ما وصلنا إليه؟ أيضا ماذا عن المنتفعين والتجار ربما المستفيدين من هذا الوضع والمضاربة بالعملة وأيضا استغلال قوت الناس والمتاجرة بالوضع الحالي؟ الحوثيين لا يزدادون أن يكونوا حتالة أتوا في فترة كانت اليمن بها ضعيفة فاستغلوها لمصالح شخصية. نرى على سبيل المثال وعلى سبيل التناقضات الكبيرة عند الحوثيين إقفالهم لمصانع تصنيع الماء بسبب رفعهم السعر، بينما في نفس الوقت يتم فتح مصانع أخرى لمنتفعين من الحوثي لأجل وضع بديل للموجودين. فهم الحوثيين يأخذون الدولة كأنها تجارة وكأنها ملكهم أصلا وكأنها حقهم الإلهي الموروث عن طريق النطفة المقدسة. فالحوثيين أحقر من أن يطالب منهم أو يحمل المسؤولية. فهم لا يعتمدون عن مجموعة من العصابات المسيطرة هناك والتي تريد لها الربح الصافي وبناء العماير وتكديس الأموال. فنحن عندما نطالب، عندما يطالب الشعب يطالب جهة شرعية، جهة معنية في الأمر. أما الحوثيين فيجب إنهائهم والحرب قامت لإنهائهم. فلا أستطيع أنا كمواطن أن أطالب الحوثيين، أنا أطالب الشرعية المسؤولة عني. الحوثيين إذا أنا طالبت الحوثيين فهنا نعترف بشرعية الحوثيين وهذا شيء خاطئ بالمرة. وهم يتحملون أكثر ما يحصل في صنعاء. إذا كانت تدخل الجمارك المواد الغذائية تدخل في جمارك في عدن تدخل الشرعية فهناك جمارك في دمار أيضا تأخذ على ما أتى مجمركا سابقا من عدن فيزاد تتضاعف المعاناة على المواطنين في صنعاء وفي المناطق الشمالية. أما عن التجار فهؤلاء تجار الحروب يجب على الدولة أن تقضي عليهم صادر محلاتهم. أعطيك على سبيل المثال إنك عملت بعمل جرد لمحلات الصرافة قبل الحرب وبعد الصرف. بعد الحرب صدقت انتشار مهول محلات الصرافة بعد الحرب وهذا كله لمجرد غسيل الأموال لما تم سرقته أثناء الحرب. فإن دور الدولة في السؤال من أين لك هذا لهؤلاء التجار؟ شكرا لك شادي. من تعز أيضا لدينا اتصال الأخ مهيوب. مهيوب أهلا بك. أهلا وسهلا بك أخ عادل الثاني. مهيوب، أهمية هذه الاحتجاجات والمظاهرات في الشارع هل هي قادرة على فعل شيء؟ أخي العزيز، بالنسبة للاحتجاجات يرتفع صوت المعاناة ويزداد غضب الشارع في مظاهرات المثقفات الاحتجاجية متواصلة ومستمرة بعد حدث تهاوي العملة الجنوبية. موجة غضب الأسعار والانخفاض المستمر لقيمة الريال أمام العملات الأجنبية الذي تعدى 600 للدولار الواحد، الأمر الذي أدى انعكاسه على المواد الغذائية والأساسية والضرورية حيث وصلت إلى أسعار خيالية فاقت نسبة 50% السوق المحلي. لا سيما الانفلات الأمني والوضع الإنساني الكارثي الذي تعيشه مدينة تعز وبقية المدن اليمنية. نتاج عن تلك الكارثة العزيز خلق استياء واسع في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي للتنديد بالوضع الذي وصلنا إليه. موقف الحكومة، موقف التحالف من تلك الاحتجاجات لا سيما أنه لم يحرك طرف، لكن أداء وعمل الحكومة لا يقوم على أي رؤى واضحة لا ماليا ولا اقتصاديا ولا سياسيا. لا توجد ميزانية نقدية ولا موازنة مالية ولا حتى توجد معلومات حول المخزون الاحتياطي للسلع وردود جنوبي كبير من البساد يتربع في الوظائف العليا في الدولة. أخي العزيز، أعتقد أن السبب الرئيسي للأزمة الاقتصادية هو تدمير البنية التحتية جراء الحرب، وبالإضافة إلى انكماش الناتج المحلي وسوء إدارة النظام المصرفي
كون النظام المصري بيتغذى من ايرادات النفط والغاز وتحويل المستثمرين والقروض والمساعدات الخارجيه، وهذه الايرادات هي اهم موارد النقد الاجنبي. كذلك اخي العزيز، من اسباب قرار انهيار العمله التعويم للعمله وتوقف الكثير من مصادر النقد الاجنبي كايجاد النفط والغاز والمشتقات النفطيه واستنزاف الاحتياطي من النقد الاجنبي وتراجع حجم المساعدات الدوليه لليمن التي كانت تعطى عبر هي كوديعه او ثبات للحكومه اليمنيه، بالاضافه الى السياسات الخاطئه التي انتهكتها اداره الحكومه اليمنيه، بالاضافه الى اداره البنك المركزي. بالنسبه للحلول والمقترحات التي نامل ان تقوم الحكومه الشرعيه باتفاقها، منها كثيره، منها يعلن حاله التقشف الحكومي وتقليص الانفاق الذي يذهب اغلبه الى مجالات غير ذات اولويه، وتوجيه الدعم من الخدمات ومتطلبات المعيشه. كذلك القيام بعمليه تصفيق شامله لاداء الحكومه والغاء كافه التعيينات للكاتبين في الوظائف العليا للدوله، وتدعيم الاجهزه الرقابيه الجهاز المركزي للرقابه والمحاسبه والهيئه الوطنيه لمكافحه الفساد، بالاضافه الى تشييد البنك المركزي عن الصراعات السياسيه واستقلاله واستقلاليه تامه. ووضع سياسه نقديه بحجم ارتفاع سعر الصرف الدولار وتعيد الثقه في العمله الوطنيه المحليه. بالاضافه اخي العزيز الى اعاده النظر في قرار التعويم للعمله المحليه وفتح وتسريب المواني والمقارات والمنافذ ورفع الاسعار عنها تمهيدا لتصدير المشتقات النفطيه لتتمكن من ادائها. بالنسبه للتحالف، التحالف للاسف الشديد فقد اصبح الجميع في الداخل والخارج يعلم بان هذا التحالف لا يهتم الا بمصالحه اليمن، بل ويفاقم ازمه اليمنيين ويحطم الاقتصاد اليمني، ولم يتخذ اي اجراء لانعاش الاقتصاد اليمني، بل يفرض قيودا على تصدير النفط والغاز والمنتجات الزراعيه والسمكيه، وتحظر استغلال المواني والبحار، ويعقد من اجراءات تحويل المغتربين، ويضاعف القيود على المغتربين حتى اصبح المغترب اليمني اليوم اخي العزيز مصدر من مصادر تمويل اقتصاد التحالف او بعض الصيد. ما على الحكومه اليمنيه اليوم الا سعى اتخاذ تدابير لانقاذ الاقتصاد اليمني والضغط على التحالف للسماح بتصدير النفط والغاز، وكل ما كانت اليمن ويجب على الحكومه اليمنيه ان تحصل على قرض مالي كبير بالعمله الصعبه وبفوائد بسيطه، بحيث انه يجب ترشد نفقات الحكومه واستغلال ايرادات الزمالك والضرائب وجميع المكاتب الايراديه والواجبات وعدم تسخير المبالغ الماليه المتاحه للمعارك او للعمليات العسكريه كتوقيت عدد من الدبلوماسيين اليمنيين في الخارج واعتماداتهم بالعمله الصعبه وايقاف طباعه العمله. كل هذه الاسباب وهذه الاجراءات كحالات استثنائيه للتخفيف في هذه المده، لكن لا اعتقد انها تكون في سرعه خاصه. شكرا لك. مهيوب من تعز على كل ما طرحته، وايضا اتصال من المملكه العربيه السعوديه الاخ محمد المقدم. اهلا بك محمد. مرحبا، حياك الله اخ سامي. كيف تتابع ما يحدث في الشارع من مظاهرات واحتجاجات؟ هل تعتقد انها قادره على فعل شيء؟ وايضا ما رايك بالاجراءات التي قامت بها الحكومه؟ اولا الشارع الان تحرك من واقع الضغوطات التي تلقاها من بدايه الحرب حتى الان، اجراءات متصاعده، غلاء اسعار متصاعد، العمله المحليه انهارت 300%، فالشارع خرج الان الى الشارع، يعبر عن رايه، متذمر من اجراءات الحكومه ومن الحصار القائر الذي يتعرض له، ومن خلال التضييق على معيشته اليوميه وعلى القوت الاساسي. فالشارع الان خرج بالبدايه في المناطق الجنوبيه، ونحن نخشى أن لا يتم السيطرة على الشارع، سينتفض بكل اليمن عندما يتعلق الأمر بالقوت والغذاء الرئيسي والأساسي. أما بالنسبة وإحنا نخاف أن يفلت من الجميع، أن المبادرة تفلت من الجميع ولا يتم السيطرة على الشارع، سيخرج الشارع على الحكومة الشرعية وعلى الحوثي وعلى التحالف للأسف. أما بالنسبة للإجراءات الحكومية، لا أرى أن الإجراءات الحكومية سوف تحقق شيئا. إذا كانت الحكومة من رئاسة الجمهورية ورئيس الحكومة والوزراء والوكلاء والملحقين ارتفعت رواتبهم بمعدل يعني 2000%، وإذا كانت رواتبهم بالعملة الصعبة وكان يعني وليس بالعملة الوطنية، فأين الولاء للعملة الوطنية؟
إذا كانت في حكومة محمد سالم باسندو وعلي عبد الله صالح، يعني الرواتب لا تتجاوز 300 ألف للرئيس و200 ألف للوزير وغيره بالعملة المحلية، فأين الآن رواتب هذه الحكومة التي ارتفعت 2000% وبالعملة الأجنبية؟ يعني هذه مفارقة عجيبة. يعني كيف الإصلاحات الحكومية الآن تؤدي، كيف ستؤدي أي دور هذه الإصلاحات وهي لا تسيطر على الأرض؟ الآن لما تقول إنه بتصدر النفط، أي هل الحكومة تسيطر على منابع النفط؟ هل الحكومة تسيطر على نقل النفط؟ هل الحكومة تسيطر على موانئ تصدير النفط؟ للأسف أنا ممكن أختصر العملية يعني بإجراء بسيط، ليست الإجراء بتفاصيل، التفاصيل الاختلاف على التفاصيل لما يكون في إرادة، لما يكون في إرادة حقيقية. أما إنه يعني الآن الحكومة تحاول عمل إصلاحات وهي لا تستطيع أن تنفذ شيء على الأرض، لا إيرادات ولا إرادة ضرائب ولا إرادة جمارك. يعني البنك المركزي دوره هو الآن آلة طابعة يطبع العملة النقدية بدون أي تغطية، بدون أي تغطية يطبع العملة المحلية، ليس وعاء بنكي، ليس وعاء نقدي، لا مصروفات مبوبة. الآن يقول إحنا سوف نحارب المضاربة بالعملة الأجنبية في الأسواق وسوف نحارب الصرافين. إذا كان الصرافين هم الذين يدفعون رواتب الحكومة وموظفين الحكومة، كيف ستحاسب من يعطيك راتبك أصلا؟ يعني لا تمر العمرة رواتب الموظفين عبر البنك، ولا يوجد للبنك أي إرادة أجنبية حتى إنه يتم تعزيز العملة الوطنية ويتم تعزيز الاقتصاد. يعني للأسف لا يوجد رؤية لدى الحكومة، وأنا أرى إنها يعني في موقع العاجز. وإذا تم اتخاذ أي إجراءات فهذه إجراءات وقتية، قد ينزل الدولار 100 ريال أو 50 ريال للسعودي، لكن سيعود حتما مع استمرار هذه، لأنه لا يوجد حكومة، لا يوجد أمن واحد على الأرض، لا يوجد جيش واحد على الأرض. هذه النموذج في المناطق المحررة نموذج سيء جدا، كيف ننتظر من المواطنين تحت إدارة الحوثي أن ينتفضوا؟ وهذا النموذج السيء لعدم لا دولة في المناطق المحررة. من الضروري أن توجد دولة حتى تأتي الأمن للمواطن وتأتي الخدمات للمواطن، تخدم المواطن قبل الأرض. المواطن سوف يستعيد الأرض عندما يعني يكون مطمئن على نفسه وعلى قوته وعلى قوت أولاده، هناك المواطن سوف يحرر أرضه. أشكرك محمد، شكرا لك، انتهى وقت هذه الحلقة. شكرا لك محمد المقدم من السعودية، وأيضا الشكر لكل من شارك وتواصل معنا في هذه الحلقة من المنصة. وصلنا لنهاية هذه الحلقة، في الختام تحية طاقم البرنامج ومنتج برنامج زميل عمر نهمي، نلقاكم الأسبوع القادم وحلقة جديدة، في أمان الله.